اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن اسامه ايه راي حضرتك في هذه النسخه من دوري الابطال؟ افريقيا طبعا أه. اه فيها بعض المباريات القويه وفرق القويه وطبعا منهم اخر فرقتين وصلوا اللي هو الاهلي والهلال سان داونز وداد اه الاهلي أه. داونز طبعا كان بيأدي بشكل كويس مترو اتليتيكو كان بيأدي بشكل كويس أه في بقى فرق ظهرت بمستوى اقل نسبيا يعني بالنسبة لي كانت مفاجأة طبعا نادي الزمالك يخرج من دوري المجموعات الترجي برضو كان مفاجأة أنه يخرج بعد ما حقق نتيجة كبيرة خارج ملعبه وخسر يعني في بعض الفرق في بعض الفرق كانت مفاجاه انها تخرج بدري بعض الفرق ظهرت بالمستوى الطبيعي بتاعها اللي هو النادي الاهلي ثالث مره يوصل على التوالي الوداد بقالوا له برضو اكتر من مره في النسخ الاخيره بيواصل ويوصل للنهائيات ففي بعض الفرق اللي ادت بشكل كويس وفي بعض الفرق الاخرى اقل في المستوى لكن في المجمل بطوله جيده طبعا